مساء الخير، نرحب بكم ونرحب بدكتور عصام، سيكون ضيفا جميلا علينا هذا المساء. تواصل دارة الفنون برنامجها الفني والثقافي لهذا العام. مقرص هذا البرنامج باستعراض الجوانب الثرية للحضارة الفلسطينية على مر العصور، وتحت عنوان فلسطين الحضارة عبر التاريخ. نستضيف دكتور عصام هذا المساء للحديث عن بداية التصوير في فلسطين، مسلطا الضوء على تجربة كريمة عبود، أول مصورة عربية فلسطينية. وهذا البرنامج البيروتي يحتضن أعمال كريمة عبود التي ستتحدث عن جزء منها دكتور عصام. قبل أن أنتقل للدكتور عصام، نبذة تعريفية. دكتور عصام نصار أكاديمي ومؤرخ فلسطيني متخصص في تاريخ الشرق الأوسط وتاريخ التصوير الفوتوغرافي، وهو أستاذ مشارك في قسم التاريخ بجامعة إلينوي وزميل بحثي بمعهد دراسات القدس، وهو محرر مشارك بفصلية حوليات القدس. عمل بالتدريس في جامعة كاليفورنيا في بيركلي العام 2006 وجامعة برادلي بين 2003 و2006 وجامعة القدس بين 1998 لحد 2003. نشر الدكتور عصام العديد من المقالات والدراسات، أصدر كتابا بعنوان لقطات مغايرة من عام 1850 إلى 1948، التصوير المحلي المبكر في فلسطين، وشارك أيضا في كتاب كريمة عبود رائد التصوير النسوي في فلسطين من العام 1893 حتى العام 1940. نرحب بالدكتور عصام ونرحب بكم مرة أخرى. شكرا لك. شكرا كثير على البلزمة، شكرا كثير على التقديم الكريم، وسعيد جدا اني اكون هون. انا فكرت كثير بانه شو ممكن الواحد يحكي، وقررت انه يعني ان شاء الله بمشي معكم انه احكي شو بيطلع معي، وما في محاضره منظمه ولا اكاديميه بالمعنى الدقيق، لانه يعني جزء منها عن كريم عبود، جزء منها عن تاريخ التصوير بفلسطين، ونطلع على بعض الصور. بأمل إنه نال إعجابكم ونكون في نقاش اللي كلنا نستفيد منه. بحب أبدأ بإنه التصوير الفوتوغرافي زي ما بتعرفوا، يعني ما راح أطول، اختراع حديث. اليوم صح إنه الأجيال الجديدة حاملة الآيفون وبتصور 100 صورة باللحظة، بس ما كان دائما عندنا هاي العلاقة القوية مع الصورة. التصوير الفوتوغرافي بيعود بس للقرن 19، والإعلان الرسمي عن اختراع التصوير هو كان في 1839. الإعلان الرسمي كان في باريس، بس لما اخترع التصوير الفوتوغرافي كان في أكثر من شخص بأكثر من منطقة بالعالم بحاول يعمل إشي يثبت الصورة على ورق أو على صفيح أو على إشي هيك. وفي الواقع في نفس السنة في 3 أشخاص، واحد بالبرازيل، واحد انجليزي، وواحد فرنسي، اللي اعلنوا عن اختراع عملية تصوير فوتوغرافي، واللي انشهرت طبعا كانت الفرنسية، ولو انها ما طولت كثير، معروفة باسم الديكاروتايب. مش راح ادخل كثير بالتفاصيل اللي اذا حد مهتم يعني انا جاهز، لكن علاقة التصوير بفلسطين كانت علاقة وطيدة من البداية. يعني في اول سنه اعلن الاختراع في جانيو في كانون الثاني 1839 في باريس، الحكومه الفرنسيه او وزاره الثقافه الفرنسيه انذاك وظفت مصورين وارسلتهم لمناطق مختلفه من العالم حتى يوثقوا العالم بصريا. ومن الاماكن القليله اللي بالشرق الاوسط اللي ارسل لها مصورين كانت هي فقط مصر وفلسطين، وهذا كان في نفس السنة اللي تم الإعلان عن الاختراع. وبالتالي في آخر 1839 كان عندنا أول صور فوتوغرافية لفلسطين، 4 صور، وهذه الصور فقدت، بنعرف عنها لكنها مش موجودة.
عملية معقدة للديجيروتايب كانت تأخذ فترة طويلة من إنه الكاميرا تضل فاتحة العدسة لحوالي 6 دقائق بهذيك المرحلة، بالتالي أي حركة ممكن تخرب على الصورة، والإنتاج كان فريد من نوعه، ما في مفهوم النيجاتيف وإعادة الإنتاج، يعني الصورة واحدة بالوقت بتطلع. بعدين في يعني أقدم صور عندنا موجودة عندنا في أي مكان في العالم يعني عن فلسطين اللي موجودة الآن هي من 1844 وبلشت تطلع هاي الصور، لكن بشكل عام في القرن 19 كان في اهتمام هائل بتصوير فلسطين من قبل المصورين الأوروبيين تحديدا، والسبب الرئيسي كان يعني في مجموعة من الأسباب، جزء منها كان إنه فلسطين والقدس تحديدا وإلى درجة أقل لكن أيضا بيت لحم والناصرة كانت هي مدن مقدسة وما زالت طبعا، لكن هي يعني مدن مقدسة عند المسيحيين، والاهتمام الأوروبي بتلك الفترة خاصة في العالم البروتستانتي كان بيتجه باتجاه محاولة فهم الإنجيل بناء على الطبوغرافية الأراضي المقدسة، وبالتالي فكرة أنك تروح تصور مواقع معينة مرتبطة بنصوص إنجيلية حتى تدرسها بضوء النص الإنجيلي حتى تفهم النص الإنجيلي، يعني من الأمور اللي نحن طبعا اليوم نستغرب يعني، بس من أوائل الصور اللي أخذت بفلسطين مثلا كانت لشجر التين، لأنه في نص بالإنجيل بتعلق ب مثل يعني مثال أظن الأشياء قصة حكاها المسيح عن شجرة التين، وبالتالي في واحد قضى صار قديش من عمره حاول يفهم هاي الفقرة بالإنجيل وكتب كتاب عنها وأرسل إلى فلسطين مع مصور من المؤسسة اسمها صندوق اكتشاف فلسطين في بريطانيا. طبعا في أسباب أخرى الاهتمام الأركيولوجي وأسباب أخرى تتعلق ب يعني التعرف على مناطق العالم على عادات وتقاليد وأشكال الناس، وبالتالي يعني أسباب متراكمة ما معنا وقت إنه ندخل فيها. ففي القرن 19 حسب دراسة واحدة وهذه دراسة مش مكتملة ومنشورة بالثمانينات في عنا ما يقارب 280 مصور أوروبي زاروا فلسطين حسب هذه الدراسة لحد 1888، و 1888 هو التاريخ اللي صار فيه إنتاج الفيلم اللي عملته كوداك اللي احنا بنعرفه اللي هو من السيلولويد اللي الفيلم يعني الخفيف اللي ممكن الواحد يحمله إلى آخره. قبل ذلك العمليات التصويرية كانت معقدة أكثر، بتستعمل ألواح زجاجية للنيجاتيف، يعني الصفرة على فلسطين والانتقال من مكان إلى آخر كان مشروع كبير مش سهل إنه الإنسان يقوم فيه، ومش سهل إنه الواحد يصور عدد أكبر من الصور بسهولة وجود الفيلم السيلولويد اللي عملته شركة كوداك. من أهم في مجموعة كبيرة من المصورين اللي زاروا فلسطين في تلك الفترة، وبعض منهم مصورين جدا مشهورين، ويعني أنا حطيت هنا أكم من اسم بشكل اعتباطي، لكن أنا بحكي هنا بشكل عام عن مصورين إنجليز فرنسيين واسكتلنديين أيضا وألمان بدرجة أقل اللي أجوا على منطقة فلسطين، ومنهم مثلا نشوف فرانسيس فريت مصور حاله هنا في زي يقال إنه تركي وصورة بانياس، بنشوف بيدفورد فرانسيس بيدفورد جاء زار فلسطين مع ولي العهد البريطاني في 1862 في زيارته إلى الأراضي العثمانية آنذاك، وأوغست سالزمان في خمسينات القرن التاسع عشر يمكن حوالي 1856. المثير اللي بلفت الانتباه لها أعمال المصورين اللي كانوا يصوروا تقريبا نفس المواقع بيكرروا
شو أي حد صور من قبلهم واخدوها إنه هذا موقع مهم لازم نصوره. طبعاً اختيار المواقع كان دائماً له علاقة بأهمية الموقع بالمخيلة الأوروبية بشكل عام ومعرفة المخيلة الأوروبية عن هذا الموقع. يعني قبة الصخرة على سبيل المثال تقريباً ما في ولا مصور ما أجى على فلسطين، أجى على فلسطين وما صور قبة الصخرة في القدس تحديداً. وبالعادة الفكرة كانت إنه مش عم بصوروا بقبة الصخرة، عم بصوروا في موقع هيكل سليمان. وكثير مرات كان يحطوا بالكابشن إنه هذه موقع هيكل سليمان. بنلاحظ إنه سالزمان وبدفورد مثلاً تقريباً الصورة من نفس الزاوية، من نفس يعني تفاصيل كثير متشابهة. مرة أخرى يعني أنا بمر بشكل سريع في أسماء عديدة من المصورين المهمين اللي زاروا فلسطين. بعدين صار في عنا في منطقة الشرق الأوسط أو خلينا نقول المنطقة العثمانية صار في حركة تصوير فوتوغرافي. يمكن أول من افتتح استوديو بالمنطقة العثمانية كان مصور ألماني افتتح استوديو في إسطنبول وتدرب عنده بعض المصورين الأرمن مشهورين، منهم ثلاث إخوة باسم الإخوة عبد الله أو عبد الله يان كان اسمهم، اللي بعد ما طلع المصور الألماني هامر شميت أخذوا الاستوديو منه وأصبحوا المصورين الرسميين للسلطان في عهد السلطان عبد العزيز، ولاحقا ظلوا المصورين الرسميين حتى عهد السلطان عبد المجيد. وفي التسعينات القرن التاسع عشر كان وضع الأرمن في إسطنبول وفي السلطنة العثمانية غير مريح تقريبا، فانتقلوا إلى مصر وافتتحوا استوديو خاص لهم بمصر. أيضا مع افتتاح الاستوديو هذا كان في استوديوهات أخرى بدأت تنفتح بالمنطقة اللي بالأساس كانوا يفتحوها مصورين جاءوا من أوروبا وفتحوا لسبب أو لآخر. يعني مثلا عندنا هنا بونفيس اللي هي عائلة البونفيس الأب كان من الجيش الفرنسي اللي أجى على لبنان في الحرب، معرفش إذا ممكن نسميها الحرب الأهلية، في ستينات القرن التاسع عشر ما بين الدروز والموارنة، وأجت قوة فرنسية وعجبته لبنان واستقر فيها وأصبح من عنده استوديو بصور كل مناطق الشرق بشكل عام وبيبيع بالأساس للسواح والمؤسسات الغربية الأوروبية المهتمة بإما لبنان أو فلسطين أو مصر. وطبعا هو وآخرين بعده صار في عندهم يعني زي طلاب يعني أو ناس بيشتغلوا معهم اللي تعلموا المهنة منهم. وكمان كان في حلقات من العلاقات التجارية بين المصورين في مناطق مختلفة. يعني ممكن بونفيس بدل ما يروح على القدس مثلا، هو راح على القدس بس على سبيل المثال، يطلب من المصور مقيم بالقدس انه يصور له القدس، وبتصير على الصورة توقيع بونفيس مش توقيع المصور الأصلي. وبالتالي كان في يعني سلسلة علاقات اللي بتربط المصورين ببعض بدرجة كبيرة. وهي بنشوف هنا مثلا صورة باب العمود في القدس، وبعتقد وما بقدرش أجزم تماما لكن بالغالب هاي الصورة في حوالي 1870 سبعينات، والاعتقاد هو ناجم عن انه تم بناء في اواخر القرن التاسع عشر بعض الدكاكين خارج باب العمود في القدس وبلشت الملامح تتغير بشكل عام. واحدة من الأمور اللي أنا بحط هاي الصورة حتى يعني ألفت الانتباه اللي كان في صار نوع من الاهتمام فيها عند المصورين الأوروبيين المقيمين بالمنطقة هي فكرة تصوير أنواع الناس. بمعنى آخر صار في اهتمام مش بالإنسان العربي الفلسطيني التركي اللبناني إيش ما نسميه بغض النظر يعني حسب أي منطقة، إنما كان في اهتمام بركز على البيبل ستايب، إنه بتلاقي مجموعة صور مثلا هدول السامريين هيك شكلهم،
هدول اليهود هيك شكلهم، هدول أهل الخليل. بالعادة الناس هدول لهم علاقة يعني معروفين بدرجة ما بالمخيلة الأوروبية، والسوق الأوروبي جاهز إنه يشتري هاي الصورة يحطها في إنجيل أو في معارض، وبالتالي بما إنه السامريين مذكورين في الإنجيل صار في اهتمام كثير. يعني الشيخ أو الحاخام السامري بالقرن التاسع عشر في عنا لعدد هائل من المصورين صور إله، بنشوفه بنقوله شاب صغير لصار عجوز كبير تقريبا بنفس البوزيشن، وكل المصورين المختلفين بيجوا بدهم يصوروا الشيخ أنا بدي أسميه أو الحاخام. فبس هذا الاهتمام بالبيبلز تايبس ما كانت طبعا، كان كله بأحيان مش كله يعني بس بأحيان كبيرة هو غير دقيق. يعني ما كان المصور بتعب حاله انه يبحث عن ناس هم فعلا بيقوموا بالمهمة الموصوفين فيها بالكابشن في وصف الصورة. فمثلا هاي الصورتين من استوديو بونفيسي ريوت، وبالصورتين بنلاقي نفس الشخص بنفس الملابس، في واحدة منهم يوصف بانه هو الحاخام الاكبر للقدس، وبالتالي يوصف بانه حلاش بنقول هالكلمه منجد بالضبط، انه منجد في القدس. هلا عند الرباي يعني الحاخام الاكبر بالقدس، يعني في وقت فراغه كان بيعمل له قرشين على جنب وبنجد ملاحف يعني فيها نقاش المسألة. فبنلاقي عدد كبير من الصور اللي أنا ما يعني ما معي وقت كثير إنه أخبر فيها، هاي مجرد مقدمة سريعة. بمعنى آخر إنه بدأوا أبناء البلد أو أبناء المنطقة يظهروا بالصور كتمثيل لأنماط معينة من الناس من البشر، وكثير من الأحيان بيكون هذا الشخص شخص مدفوع له وبلبس. يعني المرأة ممكن تكون بلحظة بدوية، وباللحظة اللي بعدها فلاحة، وباللحظة اللي بعدها مرأة من الناصرة على اعتبار إنه السيدة العذراء من الناصرة أو أمور زي هيك. إنه كان وما كنا نعرف مين هن هدول الأشخاص تحديداً، يعني هي مش ما بنعرف اسمه، هذا ما بنعرف مين هو، ما بنعرف أي إشي يعني. كل اللي بنعرفه إنه هو بيمثل دور شخصية معينة. طبعاً أخذت وقت طويل لعملية وصول التصوير الفوتوغرافي للمجتمع المحلي. بدي أقول المجتمع المحلي العثماني بشكل عام، وبحالتنا المجتمع المحلي الفلسطيني. طبعاً أول مصورين ممكن نوصفهم بأنهم محليين عثمانيين هم الإخوة الثلاثة عبد الله. والإخوة عبد الله كونهم أرمن والعائلة والجماعة الأرمنية أو الشعب الأرمني يعني في عنده نوع من الرابطة القوية كانت والعلاقات الخاصة بإطار الدولة العثمانية. طبعاً جزء منها طبيعة دور وعلاقات ودينية واجتماعية، والجزء الثاني أنه بالنظام الإداري العثماني كان في جماعات مختلفة تسمى بالملل، وكل ملة لها نظام سياسي أو نظام إداري عفواً خاص فيها، وبمثلها البطرك الأرمني اللي هو بيكون ممثل هاي الجماعة عند السلطان. وكان معروف إنه الأرمن بشكل عام حرفيين، بالإضافة لكونهم تجار كانوا مشهورين وما زالوا في مناطقنا لدرجة كبيرة معروفين بحرفيتهم، مش معروفين إنهم مثلاً مزارعين أو فلاحين أو شيء تاني. نعرفش بالضبط طبيعة العلاقة ما بين أول من وضع الأسس الأولى للتصوير الفوتوغرافي في فلسطين والإخوة عبد الله، لكن بنعرف إنه أول شخص هو كان أصاية جرابيديان، وهو بيظهر بالصورة هنا. جرابيديان كان جاي من يعني اليوم تركيا طلاس، وكان هو أرمني. وجرابيديان كان مولع بالتصوير الفوتوغرافي، وكان واضح انه عنده في المراسلات موجوده رسائل في الارشيف الارمني في القدس ما بينه وما بين الاخوه عبد الله حول الوسائل المختلفه المستخدمه بالتصوير الفوتوغرافي. ففي علاقه وطيده واضحه كان تماما. جاء الى القدس في بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى يصير
يعني مدير المكتبة الأرمنية في الكنيسة الأرمنية اللي هي معروفة بسمار يعقوب في القدس، وبدأ يمارس هوايته بالتصوير الفوتوغرافي ويجرب طرق مختلفة، يحاول يعني يلاقي كيماويات بديلة لأنه مش كل الكيماويات كانت متوفرة، وكان عنده مراسلات مع مصورين عالميين أيضا في أوروبا آنذاك. وبعدين في حوالي 1862 توفي الضباط الأرمني في القدس وانتخب جلابيديان. هو طبعا أنا يمكن نسيت أقول إنه كان رجل دين، هو كان وانتخب البطريرك الأرمني في المدينة المقدسة. وهذه بالنسبة له شكلت مشكلة لأنه هوايته الرئيسية كانت التصوير، ومنصب البطريرك لا يتيح له انه يتحرك بحرية ويحمل الكاميرا، واحنا طبعا نحكي عن كاميرات حجمها كبير، عملية فوتوغرافية معقدة، يعني مش الايفون ولا حتى الكاميرا اللي كنا نعرفها قبل 20 سنة، هو عملية معقدة لا تليق بمنصب واحد هو مش بس رئيس روحي لطائفة انما ايضا بالسياق العثماني هو ممثل رسمي عند العثمانيين وعنده مرافقين عثمانيين عادة، وهو يعني بمثابة الزعيم الرئيسي للطائفة الأرمنية بالقدس. بالتالي جلابيديان قرر إنه يحط جهده باتجاه إنه يخلي التصوير الفوتوغرافي، بس بما إنه مش قادر يمارسه فافتتح مدرسة لتعليم التصوير الفوتوغرافي في القدس. وهذه المدرسة كانت بتعلم الشباب الصغار الأرمن، ومن مدرسة جلابيديان طلعت مجموعة من المصورين الأوائل اللي اشتغلوا في فلسطين وبشكل عام بمناطق مختلفة عثمانية. وطبعا كان في مدرسة أخرى في بتعلم الكيمياء للأرمن في سويسرا اللي كان بعض منهم روح. طبعا العلاقة وطيدة جدا آنذاك ما بين الكيمياء والتصوير، لأنه ما كان الواحد يشتري الفيلم ويمشي عليه، كان بده يخلط مواد كيماوية حتى يعمل النيجاتيف وحتى يعمل الصورة النهائية والآخرين. وبالتالي صار في توجه للحرفة الجديدة عند أبناء الطائفة الأرمنية في مناطق مختلفة، ونقدر نربطها بطريقة ما بجهد جلابيديان، ويمكن يكونوا الإخوة عبد الله هم اللي كانوا وراء هاي العملية. من المصورين المهمين اللي درسوا عند جلابيديان اللي نعرف عنهم واللي ترك بصمته على التصوير الفوتوغرافي كان جرابيد كريكوريان اللي هو بالصورة موجود هناك مع عائلته. هو معروف بالنسبة لنا لأنه هو أول من افتتح استوديو فوتوغرافي في فلسطين، وكان في القدس في حوالي وحوالي هاي يعني مهمة لأنه ما بنعرف التواريخ بشكل دقيق، حوالي 1885. بالتالي نقدر نقول إنه صار في عنا محترف محلي، واحد ابن بلد عم بيصور. وطبعا الاهتمام كان أيضا إنه للسوق السياحي أو للسوق الحجاج، إنه الواحد يصور صور زي اللي كانت تصور من قبل حتى تباع بالسوق. وعنده في الاستوديو تدرب شاب صغير آنذاك اسمه خليل رعد، بيكون أول مصور عربي في المنطقة غير أرمني، مع الاحترام لكل الناس. أنا بعتقد يعني التنوع الفلسطيني لا يجب أن يفصل ما بين عربي وأرمني والأخير، كل أولاد بلد واحد، لكن يعني إذا ما نحكي بالجانب القومي هو خرج من إطار الجماعة والحدود الأرمنية لهذه المهنة. وخليل رعد بيفتح استوديو إقبال معلمه كريكوريان كله في خارج أسوار مدينة القدس بقرب باب الخليل أو باب يافا بالإنجليزي. وصارت العلاقة تنافسية، فبدأ عنا نوع من التنافس ما بين المصورين الأوائل. طبعا أنا هدول ركزت على الأوائل، لكن بنفس الفترة هاي يعني 1890 تقريبا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر كانت الممارسة
بدأت تنتشر تدريجياً وطلع عنا مصورين آخرين في مدن أخرى تحديداً في يافا. نعرف أنه طلع عنا مصور اسمه عيسى الصوابيني ولم يكن له علاقة بالتاريخ اللي أنا ذكرته. عيسى الصوابيني كان أرسل بمنحة من قبل الجمعية الأرثوذكسية الروسية الفلسطينية حتى يدرس طب أسنان في روسيا، ولما رجع هناك تعلم التصوير وصار عنده شغف بالتصوير، ولما رجع افتتح استوديو في يافا وبدأ في التصوير. وهناك أسماء أخرى يعني ممكن ما في داعي نذكرها بس الكل مهم بلا شك. بالنسبة لراد كريكوريان، المنافسة يبدو على ما يبدو أنه قادتهم أنه يعملوا في مجالات مختلفة من التصوير الفوتوغرافي. بعنيش أنه يعني كانت العملية مخصصة تماماً أنه بس يعني كانوا يتقاطعوا بالعمل، بس أغلب الصور اللي أنا شفتها لكريكوريان اللي هو كريكوريان الأب وبعدين بصير فيه كريكوريان الابن يوهانس في بدايات القرن العشرين وبيكمل المهنة حتى 1948، كانوا متخصصين أكثر في تصوير الاستوديو، إنه بيجيهم الزبون وبقعدوا بصوروه، بعملوا بورتري من زي بعض الصور اللي بنشوفها هنا، مش لهم هاي طبعا لكن من هذا النمط. بينما خليل رعد اللي أيضا صور بورتري كان يعني بيطلع برا وبصور مناطق مختلفة وبروح على البيوت، بنعزم على البيوت حتى يصور. واللي أرى فيكم مذكرات إدوارد سعيد خارج المكان بشوف وصف لخليل رعد إنه كيف لما كان يجي يصوره ويصور العائلة بالبيت كيف كان ديكتاتوري ويوقف كل واحد محله ممنوع تتحرك يعني هذا بعطينا نوع من هذا طبعا كان في أيضا يعني هذه الكتالوجات، المصورين كانوا بيعملوا كتالوجات فيها قائمة صورهم وبتشوف حتى تقدر تطلب الصور. فبنلاقي مثلا مرات بلفت الانتباه عندنا الكتالوج تبع خليل رعد هون من 33، هذا الغلاف اللي كان يحط فيه الصور بعد ما تنطبع ويجي الزبون ياخذها بهذا الغلاف، وهو كبير بحجم دفتر صغير يمكن اكبر شوي من هذا. اللي وضعتها بالنص بتلفت الانتباه على العلاقات اللي كنت بحكيها. احنا ما عندنا اي دليل مثلا انه جرابيت كريكوريان اشتغل في بيروت. بنعرف عن صابونجي اللي كان يصور ببيروت، جورج صابونجي، وبالتالي بنلاحظ انه حتى التعاون يعني موجود على غلاف معين عاملينها جرابيديال وصابونجي. هل تعاونوا باي مستوى؟ ما في عندنا اي معلومات موثقه اللي بنقدر نستند لها. واصبح ايضا في تدريجيا في فلسطين بائعين للمواد الكيماوية وللأفلام المطلوبة من قبل المصورين مثل الأخوين الحنانية اللي كانوا موجودين بالقدس. من المصورين الأرمن المبكرين، أنا يعني بحكي لكم عن المصورين بس بدي أحاول أركز على شو اللي كانوا يفكروا بإنتاجه، بنلاحظ هذا الإعلام بالألماني ليوسف توميان. توميان أيضا من المصورين الأرمن المبكرين وكان يعمل في القدس حوالي بداية القرن العشرين. بالإعلان هذا بنلاحظ إنه بقول للجمهور إنه تعالوا عندي على الاستوديو وأنا عندي يعني ممكن تتصور كأنك بدوي أو كأنك من رام الله أو من بيت لحم، حاطط هو قائمة. فهذا جزء من هذا النمط اللي كان قائم آنذاك، إنه الحجاج أو الزوار كانوا بيحبوا إنه يتصوروا بالملابس الأزياء المحلية، وهو كان عنده كل المعدات جاهزة. وعندنا في كتب الرحالة وصف من قبل عدد من الرحالة لكيف كانوا يدخلوا ويلبسوا، والعملية تأخذ ساعتين تقريباً وبعدين مرضوا، وكان ممكن الواحد يطلع بأي يعني ممكن يصير حاخام، ممكن يصير شيخ، ممكن يطلع رجل دين، ممكن يكون بدوي وما إلى ذلك. فهذه التركيز على النمط هون اللي الأنماط البشرية الموجودة في الأرض المقدسة كان جزء مهم من هاي العملية التجارية. أنا ما بحكي إنه هاي مغامرة، إحنا بنحكي عن ناس بدهم يشتغلوا وبدهم يبيعوا بنهاية المطاف، والسوق كان بفترض هاي الشغلات.
طبعا الطريف بالموضوع انه مع بروز فئه او خلينا نسميها طبقه وسطى فلسطينيه تدريجيا ويعني دخول الحداثه باواخر العصر العثماني ويعني بروز دور المدن بشكل كبير بما فيها التجار والحرفيين الموجودين بالمدن، بنلاحظ انه الفئات الجديده المحليه اصبحت ايضا هي نفسها تتمثل بهدول الاجانب بحيث انه يروحوا يتصوروا بالاستوديو وبيلبسوا هاي الازياء. يعني هنا في عندنا عايده الكوريان بنشوفها، هي بنت القدس وهي يعني لابسه هنا بالاستوديو وكانها بدويه زي ما اي واحد ثاني. هلا بدي انتقل للجزء الثاني، انه لحد الان كانت الممارسه الفوتوغرافيه ممارسه ذكوريه. طبعا هي ايضا ممارسه في اطار معين ومدن معينه، يعني كانت في المدن الفلسطينيه الرئيسيه اهم القدس بدرجه ثانيه يافا، لاحقا بالعشرينات بنلاقي المصورين في حيفا وبيت لحم، وبنلاقي وبنلاقي مجموعة من المصورين الآخرين اللي بيصيروا في الناصرة، حتى نابلس بيصير فيها مصورين، وتدريجياً بنتشر التصوير الفوتوغرافي. وطبعاً الانتداب البريطاني على فلسطين، يعني تحولت فلسطين من مجموعة متصرفيات مرتبطة بالدولة العثمانية بمناطق مختلفة إلى جهاز دولة خاصة فيها تابعة في إطار الانتداب للدولة البريطانية، وبالتأكيد بيصير فيها احتياجات جديدة مثل إصدار هوية على سبيل المثال اللي بتصير مفروضة تدريجياً تقريباً من أواخر عشرينات القرن العشرين، إنه كل شخص لازم يأخذ له يكون عنده بطاقة هوية، وبالتالي هذا كله بيرتبط في إنك تروح على الاستوديو وتتصور يعني، وبالتالي التصوير بلش ينتشر بالإضافة للأدوار التقليدية اللي كانوا يقوموا فيها المصورين اللي هي أماكن مقدسة، صور للسواح أو صور عائلات في أنشطة معينة مثل زواج، لاحقاً تخريج مدارس، وبدأ في هذا الموضوع من بداية القرن العشرين في مدرسة الفرنس في رام الله اللي كانت من المدارس اللي تعمل تخريج كبير ويجيبه مصور، واسمه كان خليل رعد بالبداية هو مصورهم، وتدريجياً حتى كان في عنا مصورين متخصصين بتصوير الوفيات لأنه الأشخاص اللي توفوا ما كان لهم صور من قبل، وبالتالي قبل ما يختفي تماماً عن الوجود الشخص كان يحبه العائلة إنه على الأقل ولو إنه متوفي يأخذ صورة اللي يتذكروا فيها. وبالتالي احنا بعدنا عم نحكي عن نوع من النشاط في مجتمع الى درجه ما تقليدي، دور المراه فيه محدود جدا، لكن بنلاحظ انه كان في دور يعني الى درجه ما محدود جدا. بدي اصحح حالي، هاي مش عندي كريبتو، انا غلطت، انا كنت حاطط صوره عايده بالطاقيه ويبدو انه غيرتها باخر لحظه، واشكر زميلي اكرم على هذا التصليح. هذه امها العايده. المهم انه كان في دور للنساء في العمليه الفوتوغرافيه لكن مش معروف كثير ومش ظاهر الى العلن. بنلاحظ أول مرأة في فلسطين ولم تكن من فلسطين كانت المسز فين إليزابيث فين، كانت زوجة القنصل البريطاني في فلسطين في منتصف القرن 19، كانت من رواة التصوير وكانت بتصور، وهي تبنت بعض المهاجرين الإنجليز أو اليهود اللي كانوا تحت الحماية الإنجليزية وعلمتهم التصوير، فكان في هذا الدور. طبعا هذا ما له علاقه كثير بالمجتمع الفلسطيني، لكن كان في يعني بعطينا نموذج لطبيعه العلاقه. بنلاقي انه قبل ما ننتقل لكريمه عبود، امها لعايده كريكوريان هون اللي هي زوجه المصور يوهانس، كانت بتشتغل معاه بالاستوديو وبتلعب دور في التلوين اليدوي للصور الفوتوغرافيه. في عنا بالثلاثينات قبل العشرين كان مصور مهم جدا بالقدس اسمه ديفيد عبدو،
وداود عبده، وداود عبده كانت أخته تعمل معه بالستوديو، ويقال وهي مارجو عبده أنه أحياناً لما كان ديفيد عبده يعني هاي قصة من العائلة وفي عنا أقرباء عوانة خالها بكون المدام، وأنه كثير من الأحيان كانت مارجو هي اللي بتصور ومش ديفيد، لكن كل التوقيعات كانت يعني بتقول ديفيد. اللي بيميز كريم العبود هلا بهذا السياق انه هي اول امراه بتمارس المهنه وليست الهوايه او مساعده زوجها واخيها بالعمل، انما بتفتح استوديو خاص فيها وبتمارس المهنه بشكل عالمي. وكريم عبود زي ما انتم بتشوفوا الصور الموجوده عندنا هون كانت من يعني لحد الان احنا ما بنعرف عن اي مصوره اخرى مبكره بفلسطين الا كريم عبود. ممكن الايام نكتشف شيء ثاني، بس لحد الان من الوثائق المختلفه اللي بتشمل الاعلانات اللي بتنزل في الجرايد كانت كريم عبود تعلن انه هي مصورة وبتستقبل الزبائن في بيتها في بيت لحم، وكمان كانت تعلن انه هي مستعدة تروح عند النساء على بيوتهم تصورهم. وهذا دور جديد للتصوير الفوتوغرافي، انه التصوير النسوي والمتخصص اكثر بمجال النساء في بهذا الاطار، وان كانت صورت رجال وخاصة من اقاربها ومن عائلتها زي ما بنشوف هناك صور مختلفة لوالدها اللي هو كان القس اللوثري في مدينة بيت لحم. انا ما يعني بديش اعطي المسألة ابعاد دينية بالضرورة، بس يعني كنت احاول افكر طب ليش كريم عبود من ضمن كل هالناس هي اول من مارست المهنه؟ قد يكون كونها لوثريه له علاقه بالموضوع. ليش بحكي هيك؟ مش لانه اللوثريه بتعلم التصوير والارثوذكسيه ما بتعلم او الاسلام ما بيعلم، انما هي ابنه قسيس جاء من جنوب لبنان وانتقل، لانه هاي كانت يعني رجال الدين بنتقلوا يعينوا في مناطق معينه، وعين في النصره وبعدين انتقل الى بيت لحم، وبالتالي هي جاي من خارج المنطقه الى درجه كبيره، ما في المعارف والاعمام والخالات والضغوطات الاجتماعيه التقليديه اللي موجوده على بنت البلد اذا كان في حالتنا هاي بنكون بيت لحم. وكون اللوثرية هي طائفة جدا صغيرة وما كان لها أتباع كثير آنذاك، كانت كمان أيضا يعني ما في الارتباطات الاجتماعية حتى عبر الطائفة، إنه والله رجل الدين في القدس يقول للقسيس شو بتعمل بنتك. ف يعني هذا لابد يكون لعب دور في حرية الحركة اللي كانت متوفرة عند كريم عبود. وبالتالي بنلاقي إنه كريم عبود هي لحد الآن زي ما نعرف أول مصورة عربية في فلسطين، وقد تكون أول مصورة عربية بشكل عام، وهنا بقصد مصورة محترفة تمارس المهنة وليست هاوية، لأنه في عنا بعض الأسماء موجودة من مصر أو في لبنان مثل ماري الخازن وآخرين اللي كانوا يصوروا. كريم عبود بالإعلان اللي موجود في المعرض في مكان ما أظن على المدخل هنا بتقول إنها هي تعلمت التصوير على يد مصور محترف. وطبعا هذه مسألة مش سهل كمان نعرفها، لأنه ما عندنا توثيق لكيف تعلمت التصوير. في توثيق إنه أبوها شرى لها الكاميرا وهي عمرها 17 سنة، و يعني تولعت في العملية الفوتوغرافية وتدريجيا أصبحت ممارسة مهنية لها. يعني مش دائما الواحد صحيح إنه يجذب في مسألة مش متأكد منها، لكن الصورة اللي هنا اللي بتظهر كريم عبود اللي هي نفسها أنا قبل شوي فرجيتها، الصورة اللي هناك أفضل لأن الصورة هذيك تظهر لنا كريمة مع كاميرتها وهناك توقيع مصور في أسفل الصورة، والمصور هو سافيدس زي ما يوقع، وسافيدس هو النسخة اليونانية باليونانية لمصور من دار سابا، كانت عائلة سابا في فلسطين وكان عندهم مصورين اثنين إخوة مارسوا التصوير الفوتوغرافي، ويبدو أن العلاقات
الإثنية أحياناً كانت مهمة، إنه يعني في عنا مصورين كانوا متخصصين بالحجاج الروس مثلاً، ومنهم واحد اسمه أنطور كارمي اللي كان وقع صوره كارمينوف أحياناً، حتى يبدو أنه روسي وتخصصه يمكن يكون بعرف روسي، وبالتالي أبناء سابا كانوا يهتموا على ما يبدو بالحجاج اللي جايين من قبرص أو اليونان، وهذا كان عدد هائل اللي بيجوا من قبرص أو اليونان في موسم عيد الفصح وهو موسم الحجيج إلى القدس، ويمكن يكون هذا السبب إنه اختاروا إنه اللوجو تبعهم يكون سافيدس بدل سابا. لكن أبناء البلد، وأنا بذكر يعني العديد من الناس اللي التقيت فيهم وقالوا لي كنا نروح نتصور عند سابا، يعني كان معروف بالحديث اليومي من سابا. فيمكن يعني إنه صورة زي هذه بدها شوية جهد وتصورت عند سابا، قد يكون المصور اللي تعلمت عنده هو سابا. ما في عندنا أي دليل، لكن هي تقول إنها تعلمت من القدس، والمصورين المهمين بالقدس كانوا بنعبوا على الأصابع آنذاك، منهم كيكوريال ومنهم رعد ومنهم سابا ومنهم طوميان. لكن يعني هاي الصورة قد تكون مدخلنا إنه نحظر مش نتأكد بصورة من الصور. ممارستها بالأساس أخذت طابع الصور البورتريت، يعني الصور الشخصية، وكانت تصور في بيتها أو في بيوت الناس الآخرين. هلأ هذا النمط من الصور كان معروف جداً طبعاً وما زال، وكانت الناس في بداية يعني دخل فكرة البورتريت إلى درجة كبيرة متأثرة بالفن التشكيلي الأوروبي اللي له تاريخ طويل من الرنسانس ومن قبل حتى، اللي هي يعني بنشوف الأشخاص المهمين خاصة يعني البطريرك، وأنا ما أقصد البطريرك الديني أو الأب أو الجد العائلي الكبير اللي كان دائماً بحب أن يكون فيه له لوحة موجودة في منتصف البيت، أو رجل الدين المهم أو رجل الدولة. يعني احنا بنعرف صور مختلفة للوحات مختلفة على فترات زمنية طويلة، لبابوات لملوك لقياصرة إلى آخره، وبالتالي مع دخول التصوير الفوتوغرافي أوروبيا يعني وانتقل هذا التقليد إلى لعنا، كانت دائما الصور تحاكي إلى درجة كبيرة اللوحات هاي لإعطاء الأهمية للشخص المحدد. وبنلاحظ مثلا بصورها لأبوها ووالدها، وأنا في صورتين هذول موجودين هون، إنه كمان التقليد هذا يحاكي اللوحات هاي اللي المشهورة اللي دائما كان يظهر فيها الرجل المهم بيقوم بشيء ما له علاقة بشغله. يعني مثلا بابا بده يظهر بالصورة، البابا بمعنى البابا الفاتيكان يعني، يظهر بالصورة حامل إنجيل أو وثيقة. الصور السامريين مثلا كان دائما يظهر مع نسخة التوراة القديمة. الصور الأخرى دائما بتظهر الشخص إما حامل وثائق أو أوراق بتدل على نوع من أهميته يعني ودوره اللي بيشتغل فيه. وبنلاحظ هذا التقليد هي استمرت فيه، وخاصة في صور والدها وصور بعض الرجال الآخرين، غائب إلى درجة كبيرة عن تصويرها للنساء وأغلب صورها للنساء، باستثناء ليديا اللي هي بنت عمها. وين إحنا رحنا؟ هنا بنلاقي إنه بنت عمها اللي تظهر بعدد كبير من صورها، ويبدو إنه ليديا اللي كانت تظهر بالصور كانت مش بس يعني هواية يعني بتحب تتصور، قد يكون ذلك، لكن في احتمال كبير إنه كريمة عبود كانت تتمرن على التقنيات الجديدة بالتصوير وبكيف إنها تحط الشخص المصور. وبالتالي بنلاحظ كثير انه من الصور الموجوده هون انه ليديا تظهر باوضاع مختلفه. في عنا على الحائط هذا ثلاث صور، واضح انه حاولت كريمة عبود تلونهم يدويا ومجربه الوان مختلفه، وبنقدر نقول ما بعرف شو الكلمه العربيه زي الجيني بيك بالانجليزي، يعني هي الشخص اللي تجرب فيه انها تنتج هاي الصور. ومن هون بنشوف صوره تقريبا نادره لمراه في استوديو حاملة شيء وبتطلعه، وهذا غير معروف. وهي نماذج عن اللي بحكي عنه، الصور اللي دائما الرجل يعني حامل شيء يدل على أهميته.
نعتقد انه هذه الصوره لكريمه عبود وموجوده هون، يعني انا اخذتها من المجموعه هون. هذه الصوره لديفيد عبدو. هو بنلاحظ انه في تكرار الى نوع البوز يعني والوقفه وحمل الورقه الرسميه اللي ممكن تكون فاضيه، بس يعني بتدل انه هذا الشخص له دور في المعرفه او في الاداره. وبالتالي هي طبعا هذا التقليد مش خاص بكريم عبود، هي قلدت غيرها وغيرها قلدوا غيرهم، يعني كريكوريان عمل هذا الشغل ورعب وقلدوا المصورين الاوروبيين اللي تعلموا منهم او الارمن اللي تعلموا من مصورين الالمان، يعني هذا تقليد عالمي يصبح تدريجيا مهم. هلا بالعوده الى الصور اللي حكيت عنها مبكرا، انه كانوا المصورين مهتمين بالبيبل ستايلز، بانواع البشر. الفرق اللي تزودنا فيه كريمة عبود والمصورين المحليين انه في الوقت اللي بنلاقي هون انه بال 1880ات القرن التاسع عشر، الصور المعروفه جدا اللي كانت تباع مثلا النساء من بيت لحم، طبعا ما بنقدر نعرف اذا هاي الصوره فعلا مرأة من بيت لحم ولا وظفها المصور، وخاصه انه المصور بما كان بيشتغل في بيروت، وممكن انه المرأة هاي ظهرت في اكثر من صوره بتمثل اكثر من شخصيه، بس القضيه هون انه هي تمثل نوع معين من الناس، احنا ما بنعرف مين هي. والصوره اخذت مش هنا، اخذت حتى تباع لناس اخرين انه هاي صوره نساء بيت لحم اللي لها اهميه دينيه معينه. لكن لاحقا بنلاقي انه تدريجيا وتبدا بالعائله وبعدين تنتقل بتغير الوضع، بتصير المصوره او المصور بيجي عنده زباين بدهم يكونوا يظهروا بالملابس التقليدية هاي. في هاي الحالة هن مش جايين حتى يكونوا نموذج يباع في مكان ما، لا بالعكس هن بيدفعوا حتى يظهروا. في الواقع أنا معطي مثالين هون ما دفعوا، لأنه التنتين هدول زوجة المصور وبنت أخوه، بنت أخته للمصور خليل رعد هون وهون كريكوريان، في زي أهل رام الله وفي زي بدوي بالغالب، ومش راح اجزم كمان السيده وداد قعوار هون، بس يعني ما بعرف اذا بير السبع ولا منطقه اخرى. فبنلاحظ انه انتقلت هذه رام الله. رام الله زي رام الله التقليدي. فبنلاحظ انه في عندنا يعني كمان تغيير في يعني المجتمع المحلي، صار له مطالب الخاصة من المصورين. وكريمة عبود كونها كانت يعني مدخلها إلى النساء، كانت بتلعب دور مهم في هذا النمط من التصوير. وبنشوف نماذج مختلفة، هاي واحدة من النماذج اللي حكينا عنها. أنا يمكن حكيت كثير، بس اللي بيهمني هو طبعا كريمة عبود توفت قبل النكبة وفقدت صورها لفترة طويلة، ما كان حد عارف كثيرا عن اعمال كريم عبود. انا اول مره بسمع بكريم عبود كانت من صديقنا العزيز اكرم زعتري في الخلف، اللي سامع اسمها في مكان ما وسالني اذا بعرف شيء عنها، وحاولت اني اجد اعمالها بالاتصال بناس من مصر ومن دار عبود، ولم افلح انا ذاك. بعدين تمكنت اني اشوف في كتاب لواحده اسرائيليه مؤرخه صور اسرائيليه، عملت كتاب عن المصورين الإسرائيليين وحط صور موقعة باسم ليدي فوتوغرافر. وطبعا هي مخترعة تاريخ للليدي فوتوغرافر، إنه يعني هي كانت تعتقد إنه واحدة مصورة من اللي يشوف اليهودي مهاجرة من نسيت إذا بولندا ولا ألمانيا. وبرضه كان في عنا شكوك إلى درجة كبيرة، إلى أن ظهرت بوادر هاي المجموعة وتتعلق بالتأكيد بالسطو الإسرائيلي على المنازل العربية اللي ألبومات كريمة عبود وجدها أحد البائعين للمقتنيات القديمة الإسرائيليين، وتمكن من الاتصال أو تبادل مقتنيات مع الأستاذ أحمد المروبات من النصرة، وبدأت ملامح أعمال كريمة عبود تظهر. وأخذتنا فترة حتى نعرف المعلومات، وطبعاً في البداية صار في معلومات مغلوطة كثير انتشرت عن كريمة عبود اللي كانت تجزم منها هي مصورة بالنصرة مقيمة، لاحقاً اتضح عبر
بحث من قسيس في بيت لحم، مثل الراهب انه هي كانت يعني مقيمة في بيت لحم ووجد الوثائق والى اخره. ويعني لسه تدريجيا ما زلنا نتعرف على شغل كريم عمود وعلى الدور اللي قامت فيه. يعني في النهاية، وحتى نفتح المجال للنقاش وما ما أكثر كثير بالحكي معني أكثرت أكيد، إنه من الضروري إنه نتعامل مع الصور الفوتوغرافية القديمة وخاصة على إنها وثائق تاريخية واجتماعية. الصورة بتحكي لنا عن كثير شغلات، بتحكي لنا عن الأشخاص اللي فيها، بتحكي لنا عن المرحلة اللي عاشوها، عن الأزياء اللي لابسينها بتعكس لنا المرحلة، عن أنماط الصور نفسها بتعكس لنا علاقات اجتماعية مختلفة، انتقال لأنماط تصوير سواء من أوروبا أو من إسطنبول أو من ما بين بيروت ويافا أو إلى آخره. أيضاً يعني لما ندرس الصور ونشوف كيف كانت توزع، ليش الناس بأخذوا صورتهم وشو صار فيها، هل وضعت في البوم مثلا، هل هي أرسلت إلى أقرباء في منطقة أخرى، كيف العلاقات الاقتصادية اللي ربطت الناس عبر استخدام الصور الفوتوغرافية، كلها ممكن تكون المداخل المهمة للمؤرخين والمهتمين في دراسة المجتمع الفلسطيني، وخاصة إنه المجتمع الفلسطيني تعرض إلى تقريبا إلى الاختفاء مع اختفاء فلسطين عن الخارطة عام 1948. الإشكالية الكبرى اللي بنواجهها أحياناً إنه هناك يعني نوع من الحنين إلى ماضي فلسطيني عظيم، وطبعاً فلسطين بلد مهمة وعظيمة وفخورين وأنا فخور إني من فلسطين، لكن ما في عندنا أي دليل إنه ماضينا الفلسطيني المباشر قبل 48 مقصود كان ماضي عظيم بالمعنى اللي احنا بنحب النوستالجيا نحطه اليوم. كان في فقر، كان في طبقات اجتماعيه اغنياء وفقراء، كان في يعني الاوضاع الصحيه ما كانت كثير جيده، الاستيطان الصهيوني، الباشوات العثمانيين او المحليين، القوات يعني حياتنا لم تكن بالرومانسيه اللي احنا اليوم البعض منا بحب يشوفها. وهذا مش انتقاص، يعني هذا اي مجتمع طبيعي هيك، ولم يكن المجتمع الاردني يختلف او العراقي او حتى السوري الانتداب، لكن احيانا كثير من قوه حماس الشباب الصغار للمرحله هاي التاريخيه انه كان في فلسطين، بنلاقي انه بيتم التسرع في اعطاء معلومات عن صور بدون ما يكون في بحث كامل وشافي. طبعا ما في طريقه انه نحد منها، لكن كل ما صار في اهتمام جدي اكثر بهذه الصور ودراسه لها وطلعت المعلومه الصحيحه، كل ما يعني فعلا بتثبت انه الا كان كنا موجودين وكان مجتمعنا قائم بدون الحاجه للاختراع السريع للمعلومات. وهي يعني ما بحكيها بشكل نقدي بقدر ما انه من باب الحرص على انه نهتم بتراثنا ونعطيه حقه، بهاي الحاله التراث المصور نعطيه حقه اللي بيستحقه، مش بس نوزعه على الفيسبوك ونحط معلومات. وانا كان صار لي امبارح وانا بعيد للناس اللي التقيتهم انه قديش انا بستاء لما بشوف صور بالستاين ايرويز، انه كان عندنا شركه طيران وهي في الواقع بالستاين ايرويز بعد 48 اصبحت اسمها شركه العالم، لم تكن لنا. ولا في صور مباريات كرة القدم بين الفريق الفلسطيني والفريق الاسترالي مثلا، وهو الفريق الفلسطيني تحول اسمه الى مكابي تل أفيف لاحقا. يعني في خلط طبعا، كله كان فلسطين، وحتى الصهاينه المهاجرين الصهاينه كانوا يستخدموا اسم فلسطين، لكن علينا التدقيق. لا الدقه هي اللي بتعطينا الادله اللي احنا اذا كنا بحاجه لادله انه نثبت انه فلسطين بلادنا، هذه لازم تكون موفقه بشكل دقيق الى درجه ما. واشكركم على حسن استماعكم، وانا جاهز لاي نقاش او اي معلومات جديده ممكن استفيد منها. Yeah.
لا كريمة عبود كانت تختم الصور من الخلف، وفي احد اختامها شفته انا هون في مكان ما كانت تختمها، لكن ما كانت زي خليل رعد او كريكوريان او سابيدس اللي كانوا يمضوا على النيجاتيف وبالتالي يقطع. تفضل. يعني الصلة موجودة بس مش بالمعنى المؤامرات المباشرة، يعني موجودة على عدة مستويات. أول إشي بدء التعرف على فلسطين وناسها كان عبر التصوير الفوتوغرافي، يعني مش بدء التعرف طبعا معروفة هي، بس إنه يعني العلاقات الأكثر حميمية ما بين الأوروبيين خاصة الإنجليز وفلسطين، يعني لعب التصوير الفوتوغرافي دور مهم فيها، ولعب بطريقة قد لا تكون مقصودة من المصورين ما بعرف، لكن متطلبات السوق أحيانا بتخلي المصور يتشلل. إنه أول الصور اللي ظهرت فيها فلسطين ظهرت يعني كان الاهتمام بفلسطين وليس بالفلسطينيين أو العثمانيين اللي عايشين في البلد المواطنين العثمانيين. كل ما وهذه مشكلتنا لليوم، كل ما بزيد الاهتمام بفلسطين بقل الاهتمام بالشعب العايش بفلسطين، يعني وهذا الكلام مش بس لأنه فلسطين لها مخيلة مربوطة بمخيلة صهيونية أو يهودية أو بمخيلة مسيحية استعمارية بالقرن التاسع عشر، هذا جزء منها، بس حتى اليوم إحنا بعالمنا العربي ما أكثر اللي بيحبوا فلسطين وبنفس الوقت بيكرهوا الشعب الفلسطيني. في علاقة غريبة بها، هذا جانب. الجانب التالي إنه الحرب العالمية الأولى لعبت دور كثير مهم في تطور التصوير، ما كان معي وقت أدخل بهذا الموضوع. القوات العسكرية المختلفة في منطقة فلسطين استخدمت المصورين، يعني العثمانيين وظفوا خليل رعد، وظفوا مصور أمريكي مولود في القدس وعاش أغلب حياته في القدس اسمه جون ويتينغ. جون ويتينغ كان مصور رسمي للهلال الأحمر العثماني، وخليل رعد وظفوا جمال باشا اللي هو قائد الجيش العثماني الرابع بفلسطين، وهذولا صوروا الجيش العثماني القادة العثمانيين، وكانت تستعمل جزء من عملية البروباغاندا إلى درجة كبيرة. وأيضا العثمانيين يعني ساعدهم سلاح الجو النمساوي، وكانوا خلفاء طبعا آنذاك، في إنه عملوا تصوير جوي شامل في 1914 لفلسطين بشكل كامل، وهذا التصوير لاحقا بنلاقي انه الانجليز كمان بيعملوا تصوير شامل لفلسطين، تصوير جوي من الطائره. يعني جون ويتينغ بمذكراته مثلا بذكر انه هو كان عميل سري للانجليز في مصر، فهو صور العثمانيه بناء على طلبهم بعض الصور. ايش عملت ما عملت ما في عندنا اي ادله شامله، ففي يعني العلاقه معقده الى درجه كبيره. يعني الحمله الصهيونيه اللي ادعت في بدايه القرن العشرين انه فلسطين ارض بلا شعب استخدم فيها الايمج او المخيله اللي كانت موجوده في الغرب انه فلسطين اراضي مقدسه، انه هذا الجبل اللي مشى عليه المسيح او هاي المنطقه اللي اجوا عليها اليهود في عهد أخوه موسى اللي دخل فلسطين على اعتبار ان موسى يقال انه مات بالاردن. فيعني انه في عندنا يعني مخيله ارتبطت بالارض ولم ترتبط بالسكان، واللي صوروا السكان في البدايه كانوا يصوروا على اعتبارهم بيمثلوا انماط او قصص انجيليه او توراتيه. وحتى الحركه الصهيونيه في بدايتها، بدايه علاقتها مع فلسطين المهاجرين الاوائل، كانت كثير مرات تهتم بشكل العربي والمزارع تحديدا،
وتعتقد كانوا يعتقدوا انه هيك كانوا اجدادهم بشكلهم وهيك كانت حياه اجدادهم. طبعا فرضيه كبيره على اعتبار انه اجدادهم اللي بيحكوا عنهم كانوا قبل 2000 عام، وفرضيه انه المجتمع الفلسطيني لم يتغير مطلقا وضل ثابت يعني جزئيا في منه. تفضلي. خليل رعد كان من المصورين اللي صوروا أحداث عامة، وكان يعني بطلب من مؤسسات مختلفة وخاصة في الفترة العثمانية. كان في بالقدس مجموعة دينية تسمى بالأمريكان كولوني، وهي برغم اسمها هي بالأساس مجموعة سويدية كانت تعتقد بالقرن 19 أن نهاية العالم قريبة وبالتالي بنروحوا على فلسطين، حيث بدو ينتهي العالم ويكون في رؤية أنجيلية للريزوركشن والقيامة. تغيروا كثير بالقدس، بدأوا ينشروا المسج تبعتهم وتدريجيا أصبحوا جزء من المجتمع المحلي وقريبين جدا من العثمانيين ولاحقا الإنجليز، وويتينغ واحد منهم. هدول لعبوا دور مهم جدا في توثيق الأحداث العامة، سواء بطلب من الإنجليز أو لأنه هم كانوا يبيعوا صور للصحافة الدولية، وبنلاقي إنه جزء كبير من الصور اللي موجودة في كتاب وليد الخالدي إما للمصورين اللي من الأمريكان كولوني، ويمكن أشهر صورة هي موجودة عنها لوحة للصايغ في العمارة الأخرى من دورة الفنون، اللي هي صورة تسليم القدس اللي صورها المصور اسمه مش ماتسون، هو أول مصور أنا شوية كتبت مرات بتضقر معاي، كان مصور سويدي وأول من أسس العمل التصويري بالأمريكان كولوني، وصورها طبعا بناء يعني هو رئيس بلدية القدس أخذ معاه المصور حتى يوثق هاي اللحظة التاريخية اللي هي لحظة تسليم القدس، وأصبحت الصورة مشهورة جدا آنذاك. يعني هذول بالغالب هم المصورين أو المظاهرات، أغلب الصور لأريك ماتسون اللي هو كان المصور الرئيسي لحقا لفترة الانتداب للأمريكان كولوني. وبالأمريكان كولوني كان في متدربين فلسطينيين مقدسيين اللي كمان ايضا يعني لما احكي امريكان كولوني بنشوف صوره موقع من امريكان كولوني، بس احنا بالنادر اللي اذا بنعرف المرحله التاريخيه او مذكور شيء عنها بنعرف مين المصور. المدير لاحقا كان اريك ماتسون، لكن اريك ماتسون كان يبعث مصورين اخرين من الناس اللي عملوا معاه. كان في الاخوين نجيب و انا اسف الناس الاسم الثاني البينا، وهنا بصبحوا مصورين لاحقا، ومصور اخر اسمه حنا صافية، وحنا صافية بصبح من المصورين المهمين بالتصوير السياسي، وحتى اشتغل مع ناشيونال جيوغرافيك، ولاحقا اصبح المصور اعتقد المصور الشخصي للملك حسين في الاردن في الخمسينات، و يعني هذول من الناس اللي وثقوا هاي الاحداث. طبعا الصور اللي وردت عند الخالدي يعني معلومه اخرى هي جزء كبير يعني حصل عليها من مصادر مختلفة، لكن في جزء بيعود لمجموعة الموسيقى الوسط الجوهرية اللي كان يجمع الصور من أفراد مختلفين، هو بحكي كيف كان يحصل على الصور، ومرات بذكر إنه أخذت الصورة هاي من المصور الفلاني أو من الشخص الفلاني، في أحياناً ذكر توثيق بدنا نعتمد على كلمة وصف اللي قد تكون أحياناً ذاكرته بدخوله، بس يعني هذا أفضل توثيق لدينا حتى الآن. شكراً على المعلومات، يعني بصراحة مهمة بعد كده. بدي
بلاد القدم حافظت على يعني فيها صور كثير كوثائق، إلى أين لا وجدت أهمية عن غير المصورين في فلسطين، يعني كانوا يأخذوا من بريطانيا خصوصاً الكاريكاتير، كان شعين فإلى أين لا أهميتها في التوثيق، لأن الصحافة الفلسطينية مثل الصور أو الصور توثق والصحافة توثق، لأن مدى أهميتها في الصحافة. يعني بصراحة موضوع ما فكرت فيه وركزت عليه من قبل، بس يعني أحاول الإجابة ويمكن أكون مش دقيق. الصحافة كثيرة اعتمدت على الصور اللي كانت تيجي من مصادر رسمية، يعني الحكومة الانتدابية كانت تتوزع على الصحافة صور، فلما بيجي مندوب سامي جديد بصير في عند الصحافة صورة له، وبالتالي تظهر صورته بهذا السياق لأنه موجود يعني عيسى عيسى أو نجيب نصار أصحاب الصحافة المختلفة. ما شفت أنا كثير توفيق مستقل، يعني ما في بالقدر اللي أنا طلعت عليه، أنا ما طلعت يعني بشكل كامل اللي هذا عجز، ما شفت توفيق مستقل إنه جريدة الكامل عندها مصورها اللي بعتته يوثق، واضح إنها هي أجت من مصادر أخرى. وبرضه مرة أخرى لأن مش درس الموضوع، بس بالمقارنة بذهني من خلال بحثي على مواد مختلفة، يعني كنت أجد إنه الفلسطين بوست اللي هي الجريدة الإنجليزية الصهيونية كانت تستخدم الصور بشكل أكبر من الصحافة العربية الفلسطينية، وكانت تستخدم صور لأنه اهتمامها يختلف، كان اهتمامها بالحياة المستعمرات اليهودية، وبالتالي كانت تظهر صور اللي بعتقد مش متأكد مرة أخرى إنه قد يكون إنه البوست بعتت حد أو طلبت من المصور إنه يروح يصور هاي المناسبة بشكل خاص، بينما الصحافة الفلسطينية بس اعتمدت على اللي عندها أو اللي صورها من مصدر آخر. لكن لا يجوز إني يعني أجزم بموضوع ما ماذا بس. أيوة. فمثلاً لما 1925 بلفور زار فلسطين فكان في صور للجبال كلها غطت، يعني كان باللون الأسود أو يعني، فكان في من تجربتي أو بحثي إنه كان الصور، وأنا دائماً بستعمل صور كتوزيع، كان في كمية كبيرة صحافة من الصور ومن الإعلانات، الإعلانات أعتقد إنها صور مخصوص أو شو علاقة الإعلان بالصور؟ الصور اللي بتحكي عنها عن زيارة بلفور وافتتاح الجامعة العبرية والإضراب في القدس مع الإعلام السوري، هاي كلها يعني هذول الأقل من مجموعة الأمريكان كولونيزم اللي هي بهذيك المرحلة بده يكون إريك مانسون أو أحد مساعدي العرب اللي صوروها، ويعني حاليا هي موجودة معروفة مودعة لدى مكتبة الكونغرس، وبالتالي يعني ممكن نقول إنه المصادر الصهيونية والعربية والبريطانية استندت إلى عمل المصورين اللي كانوا موجودين آنذاك. أستاذ ماهر. نشكرك شوي بس. نشكرك شكر جزيل على هذا يعني استعراض الموضوع. أنا بدي أسأل عن أحد الكتب اللي أصدرناها، كان اسمه فيكتوريا هيستوري أوف لندن. يعني بحب أعرف تقييمك لهذا النوع من الكتب، لأنه بستعرض صورة من دي الكلام يمكن بداية القرن العشرين فترة جديدة، وهل في صور عن مدن فلسطينية مصدرة غير يعني بتقرأ الشتات مع بداية القرن؟ كتاب نسيب شاهين طبعا هو من أوائل الكتب اللي وفقت للبلد اللي هو بيجي منها، وأبوه لنسيب شاهين عزيز شاهين هو كان يوم معروف أنه هو أول مؤرخ لرام الله. طبعا مؤرخين يعني ما اعتمدوا على الوثائق بقدر ما اعتمدوا على القصص العائلية والروايات الحمائل المختلفة. شوفين كثير هذا التوقيت. كثير بالضبط. هو جمع الصور من أنا يعني كنت أعرفه الله يرحمه ولا توفى من كذا سنة، لكن هو كان مجمع الصور من مصورين اللي كانوا موجودين في رام الله آنذاك واللي
بقية الاستوديوهات تبعتهم، وايضا من الجالية اهل رام الله الموجودين في الولايات المتحدة من مصادر مختلفة. يعني طبعا الكتاب لا في توثيق لمين المصور ومين، يعني الاهتمام كان اكثر انه هذا مثلا جريس شطاره من رام الله. انا بخترع اسم يعني، بس اسم يبدو انه هو رام الله جريس شطاره ممكن يكون. وبالتالي يعني التوثيق لم يكن كثير جيد. طبعا طلع كتاب ثاني، هو انا نسيت شو اسمه، بعرفش اذا انتم اللي نشرتوه لحد ثاني، طلع قبل وفاته يمكن بالتسعينات، طلع كتاب ثاني عن رام الله اللي تجاوز فيه بعض من هذه الاشكاليات. غالبية الصور اللي استخدمها فيها مصدرين. المصدر الأول من الإضافة اللي بحكي المصورين، يعني هو جمع من مصادر مختلفة. كان في هناك مصورين برام الله، وأول استوديو افتتح برام الله بالأربعينات وقبل العشرين لأخوه لرئيس بلدية رام الله اسمه قدورة خليل قدورة، كان مصور برنامج افتتح استوديو اسمه استوديو مي على اسم بنته، وصور كثير من المناسبات العائلية وغيرها برام الله. وطبعا بعد ما انتقل هو لأمريكا باع الاستوديو لحد تاني، لكن ظلت النيجاتيفز موجودة هناك وهو اعتمد عليها، ولاحقا صار في استوديوهات لناس آخرين من أهل رام الله مثل غاندي حرب اللي بيستعمل صورهم. استعمل جزء من مجموعة مدرسة الفرنس اللي هي المدرسة اللي أقاموها الكويترز الأمريكان، وكانوا الكويترز كثير بيستخدموا خليل بعض ليصورهم، فصوروا كثير عن نشاطاتهم المدرسية حتى ينشروها في نشاطهم برا بهدف جمع التبرعات، نشاطهم في أمريكا. وكان عندهم مجلة اسمها رام الله ماسنجر اللي رسالة رام الله أو شيء هيك اللي كانوا يبعثوها لأعضائهم المتواجدين، وهاي المجموعة من الصور موجودة في عند الكويكرز في فيلادلفيا في الولايات المتحدة. فهو يعني فتح هذا المجال، يعني يا حبا هو طبعا بما انه كان مهتم برام الله وعائلتها، اهتماما لم يكن بكيف صوروا ومين صوروا ومين هو المصور. هاي كل المعلومات يعني للأسف يا حبا لو حطها أو حط جزء منها، لكن أنا كان عندي حسن الحظ أني التقيت أكثر من مرة، وفي الواقع الصور هاي بتاعت بالكتاب اللي هي بحوزتي حصلت عليها منه يعني طبعا قبل وفاته بفترة، وهي صور للصور، يعني هو راح عند العائلات وصور الصورة. وبالتالي حتى نحن نقدر نعرف انه يعني مصادرها، لكن مش دائما اكيد لانه ما في ختم المصور الاصلي، ما نقدر نشوف نوع الورق اللي استخدم حتى نقدر تماما من عمر الصوره وما الى ذلك. هون اخر صور ما كفوت معك. اشكرك على المعلومات اللي اتاحت فيها. عندي سؤالين. السؤال الاول، الرفقه اللي ساعدت أصيب الشمع العربي والحفظ هاي مادة مزرعة يعني إيش؟ سؤال ثاني، حضرتك حكيت على فريق فلسطيني اللي لعب فريق إسرائيلي على المنطقة تحول إلى فريق يهودي، هل كان ساعات فريق يهودي من ذلك الوقت؟ ما كانش الفلسطينيين يكون متواجد في المنطقة؟ هذا ثابت هذا؟ ونفس الشيء جدا الطيران الفلسطيني حوارات بقى العالم، يعني هل دي كانت شركة يهودية بحتة؟ طب إذا كانت شركة يهودية بحتة، ليش اسمها كان يظهر على الطائرات العربية والإنجليزية اللي كانت شغالة قبل مع المسلمين يعني حركة إيديولوجية؟ لا يمكن تخفي إنه تذكر الطائرات العربية على منتجاتها أو شركاتها. متأكد من هيك معلومة إنه كانت شركة طيران يهودية 100%، ما لازمتها فلسطينيين في اسمها بعد. بالنسبة للإعلانات بالإنجليزي وبالألماني وبالفرنسي حسب يعني أي منطقة، لأنه كانوا المصورين هذولا في البداية يعني جمهورهم الرئيسي هنا بدهم يبيعوا للسواح الأجانب، وهذا السوق الرئيسي. هذا بتغير تدريجيا لاحقا، يعني لما أنا كل اللي فرجتها متعلقة بالقدس هون، لكن لاحقا بنصير نشوف استوديوهات في نابلس في رام الله اللي الاسم ما في انجليزي بس بالعربي. لكن بهذيك المرحله كان
يعني يمكن لأنه بحاولوا يستخدموا نوع معين من الزبائن اللي خلتهم يستعملوا هاي الأثرية. لا نجد مطلقا أي شيء، يعني قد نجد عربي، وطبعا المصورين اليهود اللي بدأوا في المصابرات، وكان في عندنا مصورين في القدس نفسها يهود اللي وضعوا العبري طبعا بالإضافة للإنجليزي، لكن ما في عندنا أي استخدام للعثمانية التركية مطلقا. وهذا بلفت الانتباه، يمكن المجتمع العربي تماما ما بعرف، يعني ما بقدر أجزم بهذه المسألة. بالنسبة لمسألة الفريق، أنا يعني ما في عندنا باحث اسمه عصام الخالدي، وهو متخصص بتاريخ الرياضة بفلسطين، وكتب أنا بفلسطين العلاء اللي بحكي عنه. كان في فرق يهودية بفلسطين، طبعا اسم فلسطين كان يستخدم من قبل الكل، يعني ما كانوا رجعين إسرائيل، كانوا رجعين فلسطين. في الواقع في 48 لما أعلنوا إعلان قيام دولة إسرائيل، كان في نقاش مطول وهذا موفق على شو بدنا نسميها، هل نسميها يهودة أو نسميها إسرائيل. وفي واحد توفي قبل كم من سنة احتفلت في الصحافة الإسرائيلية أنه هو المسؤول عن أنه صار اسمها إسرائيل، ومعروض كان يسموها أرض إسرائيل، وأرض إسرائيل أو هارتس، يعني يسموها هارتس اللي هي يعني الأرض بشكل عام، لكن لم يكن اسم الدولة. فكان في فرق فلسطينية يهودية بالمستعمرات، وكان في فرق فلسطينية في المدن الفلسطينية، يعني في يافا والقدس، ولكن كان في فرق رياضية، والطرفين كانوا يشاركوا في مباريات وبطولات، وأحيانا كانوا يلعبوا ضد بعض، يعني من مباريات مختلفة، يافا ضد تل أبيب أو شيء. الفرق اللي راحت على الألعاب الدولية بالعادة كانت من مرسلة من الوكالة اليهودية. أنا ما بعرف، حسب عصام الخالدي كانت بالعادة هي فرق مكونة من يهود، خاصة من منطقة تل أبيب. طبعاً إحنا فرق تل أبيب لما نحكي عن فلسطين، المشروع الصهيوني هو تل أبيب، صح في مستوطنات أخرى، لكن المجتمع اللي قام ومدينة وفيها المؤسسات وإلى آخره كانت تل أبيب. وكان فريق مكابي تل أبيب اسمه، اللي منه يطلعوا اللي راحوا للخارج. أنا شخصياً ما عندي المعلومات لكده. بالنسبة للشركة الطيران، ملاحظة كثير مهمة أنا ما فكرت فيها وما دققت إذا موجود عربي إذا موجود عبري ولا لا، لكن هاي الشركة حسب التاريخ اللي كتبوا عن تاريخ الطيران والأفياشن، هي شركة يهودية بريطانية وليست يهودية مرتبطة يعني تحديدا بفلسطين. هي شركة، كان في شركتين في فترة، البريتش إيرويز ونسيت شو اسم، عملت فرع لها بروح إلى فلسطين وبشبك فلسطين مع بيروت بالعادة، ومن هناك بيكملوا إلى الخارج. وبعدين شركة فلسطين إيرويز كانت وراها مجموعة من الأغنياء اليهود في بريطانيا، وبعد قيام دولة إسرائيل الدولة استحوذت على أسهم كبيرة من الشركة وتحول اسمها إلى العالم. لكن ملاحظة هاي جديرة بالاهتمام، وأنا بدي أحاول أشوف أبحث عن ليش مش موجود عليها عبري. أعتقد اليهود اللي هو يكتش اللغة العبرية على شركة طيران، ممكن يعني هذا صراحة يعني بدها بحث في الواقع. مساء الخير. يا أهلا. نفس الشيء على أولاً أنا مثلاً إذا كان يعني كريم عبود هي أول مصورة في العالم ولا لا، يعني تعرف التصوير يعني مايك التصوير بدأ يعني في هذه السنوات المهمة، يعني 1896 هذا من كل مرة هذا يعني تكون أول نساء اللي شغلنا. لا هي مش أول مصورة بالعالم، كان في العديد من المصورات في أوروبا وفي أمريكا اللي كانوا معروفين آنذاك، لكن هي في منطقة الشرق الأوسط قد تكون، يعني ما عندنا تأكيد نهائي، لحد الآن هي أول مصورة تعمل يعني بروفيشنال بفلسطين وبمنطقة الشرق. بالضبط، هي أول مصورة عربية حتى الآن اللي بنعرفه.
وبفلسطين وبما في ذلك اليهود مصر يعني حتى يعني ما كان في مصورات يهودية لكن بالعالم لا كان في مصورات معروفين أنا تجنيش الأسامي حاليا لكن كان في عنا يعني بأمريكا في مصورة تحتفل فيها أنه هي من أوائل المصورات بالقرن التاسع عشر اليابان كان فيها مصورة شهيرة برضو في بداية القرن العشرين وأكيد في الدول الأوروبية الأخرى بس أنا ما عندي معلومات حاليا لكن أشكرك على معلومات الكتاب في الصور فيها فيما يتعلق بتاريخ التصوير لأنه كثير ننسى أن موضوع التصوير هو أيضا تاريخ فصل آخر موازي للتاريخ المكتوب وقد يكون أكثر صحة وأكثر أهمية من موضوع التصوير لموضوع في ذلك التاريخ لأنه يجي في مسألتين مسألة توثيق التصوير ومسألة توثيق الشرع يعني بمعنى أنه هو تبدل المسألة كما هي بس إذا نوضح يعني مسألة أيضا طرحها في السؤال اللي هي وهذا أنا تقديري كلام خطير جدا وهيجي يعني أن يرفع من كتاب الفنون يعني أنا أعتقد أنه يعني محمد تساؤل فيما يتعلق بشركة العالم اللي هي كانت شركة فلسطينية وفيما يتعلق بفريق بروفيتر اللي هي فلسطين في مقاطع القرن بتقديري أنه إحنا نمنح الشرعية لدولة إسرائيل المنفردة يعني لما أنا أتحدث عن الكيان الصهيوني قبل أتحدث عنه في 15 يناير من الناس بالله 1948 وهو بيأتي 14 يناير لأن كان يوم السبت وصار الخميس أعلنوا قبل اليوم وغير البريطانيين يعني انتظروا شوية عشان يهدوا نفسهم لدولة إسرائيل في تلك الحقول حينما أقول أن شركة الطيران أسست في فلسطين وفق القانون الفلسطيني في ذلك الوقت سواء كانت الدولة بشكل أو بأهداف هي دولة تحت الوصاية أو دولة من كراقية الدولة العثمانية فأنا بمنح شرعية إسرائيل الابليكيشن قبل القيام بالدولة فأنا مع يعني أيضا أنا درجة السؤال علي أنه درجة هذه المعلومة قليلا يعني انطلاقا من يعني مشكلة يعني بس بحب ألوه أنه أنا لا أمنح الشرعية لدولة إسرائيل مش بس هذيك الفترة ولا اليوم وصلنا 70 سنة موجودة تقريبا ومش هذا القصد من الموضوع لكن إسرائيل كدولة قامت في 15 أيار لكن المؤسسات والهجرة والمجتمع اليهودي تحت القيادة الصهيونية يعني يعود إلى بداية الاستيطان الصهيوني بفلسطين حتى بالفترة العثمانية لكن بشكل رسمي مع إعلان الانتداب عام 1920 وتعيين هربرت سامويل المندوب السامي في فلسطين هربرت سامويل قام بمشروع اللي أنا برأيي ضروري نتنبه له هو أول من عمل إشي بيقول إنه العرب إشي واليهود إشي هو أول من قام اليهود من العرب بمعنى آخر كان في عندنا بفلسطين يهود عرب كان في عندنا بلبنان يهود عرب العراق يهود عرب كانوا جزء من مجتمعاتنا زيهم زي المسيحيين والمسلمين والدروز والآخرين ما كان في طبعاً صحيح الحركة الصهيونية جاي من الخارج قرار هيلبرت سامويل إنه الإدارة بفلسطين ستكون لها شطرين الشطر العربي وعرف الشطر العربي إنه هو كل شيء غير يهودي والشطر اليهودي وطرح فكرة إنه بيكون في نوع من الإدارة الذاتية اللي هو اقترحها أنها تكون باسم الوكالة اليهودية والوكالة العربية تأسست الوكالة اليهودية واللي أصبحت هي تدير شؤون اليهود ضمن إطار حكومة الانتداب والعرب رفضوا الوكالة العربية ولم تؤسس الوكالة العربية وبقيوا العرب تحت إدارة المسؤولين البريطانيين العسكريين مباشرة
في إطار الوكالة اليهودية وضعت اللبنات الأساسية، صافي عندنا نقابات عمال، صافي عندنا نشاط اقتصادي خاص بالوكالة اليهودية، مؤسسات طبية، هداسة وغيرها، مدارس، تأسيس جامعة، كل هذا بإطار وإشراف هاي الجماعة اللي هي لاحقاً ب 1948 رئيس الوكالة اليهودية بصير أول رئيس وزراء إسرائيلي اللي هو ديفيد جرين، اللي صار اسمه ديفيد بن غوريون ابن الأسد، يعني لأنه بده يكون بطل زي ما احنا عندنا برضو بنسميه أسماء مختلفة، هو أخذ هذا الاسم. وبالتالي يعني حقيقة الكيان والمجتمع الاستيطاني بفلسطين كمنظم نقدرش نقول انه بدا بس في 48، هو يعني هذه قمه وصوله وتحوله الى دوله لها شرعيه دوليه، مش عندي الشرعيه ولا عند العرب ولا عند الفلسطينيين طبعا، لكن شرعيه مقبوله دوليا وطرح فيها من قبل الامم المتحده عام 1949. بالتالي كان في انفصال، كان المجتمع اليهودي الصهيوني موجود بشكل منفصل. هلا بقي مجتمع يهودي عربي لدرجة ما انتهى هذا المجتمع عام 1929 بعد ما صار في صدمات في القدس وأحداث المراق وحرق المبنى وأحداث الخليل اللي أدت بالحركة الصهيونية إلى نقلة اليهود العرب من بيوتهم في الأحياء العربية ونقلتهم إلى القدس الغربية إلى المناطق اليهودية، وهذا اللي صار مع يهود الخليل اللي كانوا عايشين بين يعني هم جيرانهم مسلمين كلهم خلايلة، وكان جزء مهم منهم يعني هناك كاتب شهير توفي قبل في إسرائيل اسمه إسحاق الشامي. إسحاق الشامي كان يهودي خليلي كتب عدة روايات بالعربي، إذا تقرأها كل أبطالها عرب مسلمين يعني أولاد الخليل، يعني ما قد يكونوا مسلمين أو مسيحيين وعفوا مسلمين أو يهود. وإسحاق الشامي كان المفتش اللغة العربية في حكومة الانتداب البريطاني، وزارة المعارف في الانتداب البريطاني. طبعا إسحاق الشامي وعائلته انتقلوا بفعل بقرار بريطاني إلى القدس الغربية، وإسحاق الشامي تدريجيا بلش يتعلم العبري وأصبح أحد المسؤولين في القسم العربي بالوكالة اليهودية تحت إشراف موشي شريط اللي بيصير موشي شرطك أيامه اللي بيصير موشي شريط. يعني في أيضا أحداث على الأرض إحنا ساهمنا فيها، الحركة الصهيونية ساهمت فيها، الانتداب البريطاني ساهم فيها، إنه اختفى مصطلح اليهود العرب. بس فكرة إنه هذا عرب وهذا يهود يعني جزء من المشروع البريطاني كانت المتأثر طبعا والصهيوني، لأنه هربرت سامويل من أوائل من اقترحوا قيام دولة يهودية في فلسطين على الحكومة البريطانية حتى قبل إعلان بلفور. مش نفس القضية أضعف أهمية لأجيالنا الحالية الموجودة، لأنه فعليا هي كل ذكرى وكل شيء نحن عن فلسطين في الماضي أو أيام فلسطين اللي دائما نسمع عنه من أبانا الدكتور بلير. يعني بدي أسألك من خلال مسيرتك وخبرتك، إيش تتوقع دورنا إحنا كشباب عشان نقدر نكون محافظين على هاي التاريخ وهذا الجهد اللي انتم عم تعملوه بكتب التوثيق التاريخي لهذا الموضوع؟ برايك ايش في موضوعات تحديد مالنا وايش ممكن احنا نعمله كجيل شباب للحفاظ على يعني طبعا في كثير قضايا ومش كلها انا بعرف فيها بس على مجال الفوتوغرافي مثلا خلينا نحافظ على تراثنا الفوتوغرافي. يعني اذا جدتك عندها صور، نحن من الأمور اللي كثير بتزعجني إنه لما بتوفى حد بروحوا بتيجي العائلة بتجيب الصور، ما بعرفهمش هذول مين هم،
خلينا نعطيهم لمؤسسات بحثية أرشيفية، إذا عندنا صور خلينا نهتم فيها بدل ما نقعد نلزقها بسكوتش تيب اللي ممكن يخربها، يعني نتعلم شوية عنها، نحاول إنه إذا في كمان وثائق وأمور أخرى إنه نجمعها، وهي يعني ما بنحكي عن تأسيس مؤسسات وإنه بس إنه على المستوى الفردي في شغلات عندنا بالبيوت عن أخراباتنا بالبيوت اللي بنخلص منها بسرعة وقد تكون ثمينة، قد تكون ثمينة ومهمة ولها دور يمكن ما تكون ثمينة بس يعني الواحد على الأقل يحاول، وهذه مشكلة كبيرة. يعني أنا برام الله على سبيل المثال أول مصور أو أهم مصور كان برام الله، رحت عند أبنائه وقالوا لي لو جيت قبل 10 سنين كان لازمنا الوسعة فحرمنا المكتب تشتغل كبناها، وفي واحدة هلا بتشتغل على مجموعة من لمصور في مدينة البيرة استوديو فينوس، لأنه بعد ما انهدم الاستوديو لقوا على الشارع النيجاتيفز وشي هيك، ففي مصورة فلسطينية أكرم كثير بتعرف مين اللي من قرب الناصرة مصورة شبلي شو اسمها الأول؟ أحلام شبلي، أحلام جمعت اللي قدرت تلاقيه يعني في موقع البناء بعد ما هدوا العمارة، لكن لو كان في وعي عند اللي هدوا العمارة أو أبناء الشخص اللي باعوا الاستوديو أو بالآخري كان مش وعي يعني في وعي لكن اهتمام إدراك إنه هاي مش بس صور لأي حد تاني يعني يعني هذا جزء صغير لكنه مهم في الحفاظ على تراثنا البصري الورقي صوتي إلى آخره. سيزا جابو. سوري في. لأنه سأل شو بحب العمل. أكثر الصور اللي عندنا في العمل أنا جمع من غيري من قرايب قرايب القرايب. هلا بطلع عليهم ما يبغوا إيدي كثير ما يبغوا إيدي لأنه مش مكتوب وراهم شيء. يعني إذا بقدر بس إنه احتمالات احتراس العقلة لولاد نواتنا رأيه الاسم والتاريخ والمكان على الصورة. أنا كل الصورة اللي عم بنا معك من جنة مش يوم اللي عم بنا حكمه لا الاسم مكتوب لا السنة مكتوبة ولا التاريخ. أنا ضمير مرتاح إنه الصور اللي عندي اللي إلها قيمة قدمتها لمؤسسة أكثر من مؤسسة العربية للصورة. هذه الحقيقة إنه بتحافظ على الأشياء خلاص مرتاحة. شو ما صار أنا عبيت الصور مش مكتوب عليها ولا الصور القديمة. صور التبرع على مؤسسة مثل المؤسسة العربية مهم لأنه بعرفوا كيف يحافظوا على الصورة بحطوها بأرشيف في ظروف مناسبة للحفاظ على الصور، بينما إحنا عندنا بالبيت ممكن تكون في كرتونة في المخزن رطوبة أو جنب التدفئة جفت وخربت أو تعرضت إلى عوامل. شوي عملت من سنتين بعد ما بدي احكي له قال رائد كبير رائد هو تجوز ابن بنت العائله تجوز لابا امه اللي توصلت الى تجوز بنت معلمه وفتحت استوديو قلت انه نافس المعلمه لا هو عفوا معلش بس صحيح ابن المعلم تجوز بنت بنت بالضبط خليل زوجته سويسرية كانت لكن كريكوريان الابن هو اللي تجوز رعد وصار يتعاونوا بعد الهدف لكن في البداية كان في منافسة قبل النسب كان في منافسة اسمية أنه اللي جاب تصوير للمرتفع هو مطران الأرمن
وفتح والأرمني اللي موجودين في القدس هم اللي بدأوا بالتعلم ونشروا من هذا التصوير. وحسب ما أعتقد أن الأرمني اللي بعمال يعقوب بربريان ومصور الملك والقرموطي وهذول الناس ويعقوب ترنيان ومصور الملك حسين اللي توفى قبل فترة هم التلاميذ الأرمني اللي تعلموا عند المطران نسيت اسمه كربيديان. انا استفدت كثير من الباحث احمد نسيت الرايات الروبوت اشتغل كثير احمد الرايات على موضوع كريم عبود حتى لما وجد الارشيف لقى انه واحد ثاني يهودي اخذه وحاول انه ياخذ منه شيء باي طريقه رفض بعدين لجا انه يتصل نتيجه قرايب كريمه انه ناس في المناصره وجد ارشيف ثاني لكريم عبود واشتغل عليه السؤال الأخير. مرحبا. عم بدل على الصور الموجودة هون على هيك العواطف تبعين الناس اللي عم تصوروا وكأنه ما فيش أي نوع من السعادة أو أي فوز وصلت نتيجة إنه بجوز يمكن لأنه مش متعودين على الصور، مش عارفين شو بده يطلع، يعني لما يجي واحد يصورهم مش عارفين إنه منظرهم راح يطلع على الصور، فبس هي يعني يعني هل هي لأسباب تاريخية إنه كان مناسب أسباب تقنية وفنية، كان في تقليد إنه كيف بتصور؟ انه رجل بتصور بطريقه معينه بدك تظهر انه انت جدي ومرتب وبقلده يعني مثلا خليل رعد الى صوره لجمال باشا بتقارنها بصوره القيصر الالماني بتلاقيه نفس البوز القيصر الالماني عنده ايد كانت اصغر من ايد وبالتالي دائما بيخفي ايده السيف اليمين ولا الشمال في الصور خليل رعد صور جمال باشا وهو خافي ايده وواقف بنفس الطريقة وماسك سيف زي ما يقصر الأرمالي ففي تقاليد بتصير وزي ما قالوا بعض الباحثين بهذا الموضوع انه يعني الانسان لما كان يروح على الاستوديو كان بتوقع انه يطلع افضل مما هو حقيقته بالتالي المصور كان دوره انه يظهر يعني جديتك سيرياس يعطيك هاي الأهمية ولدرجة انه كثير مرات بصير انه انت بتشوف صورتك بتصير بدك تقلدها بحياتك تصير زيها يعني لاحظت حتى الاطفال مثلا حتى الاطفال بتطلع منهم بشكل عفوية يعني برضو هيك في نوع من لا بتصور انه هاي المسألة مع انه لاحقا صار يجيبوا العاب واضحك وطلع شكرا لكم.